يستذكر السوريون مآسي التهجير القسري والجرائم المرتكبة بحقهم بطرائق مختلفة. معرض ذكرى الزيتون في مدينة عزاز هو أحد أدوات حفظ الأحداث وتواريخها لما وقع على سكان قرى ومدن إدلب في حرب النظام وروسيا عليهم العام الفائت. اليوم حبينا نشارك بمعرض كان تحت مسمى ذكرى الزيتون حتى نحيي ذكرى تهجير مناطق ريف إدلب الشمالي والجنوبي مثل سراقب، معرة النعمان وكفرنبل عن طريق رسومات لمعالم مشهورة من هذه المناطق مثل برج الإذاعة بسراقب والجامع الكبير بمعرة النعمان، بإضافة لصور للشهداء من هذه المناطق مثل رائد الفارس وحمود جنيد. اللوحات هي عن تجربة التهجير الأخيرة اللي صارت، التغريبة اللي صارت لمدينة معرة النعمان، سراقب وكل المناطق اللي تهجرت بالمرحلة الأخيرة. حاليا موجود عنا صور ورسومات لشهداء الثورة السورية ومنهم شهداء بنفسج الثلاثة اللي استشهدوا هن وكانوا بمهمة الإسعاف. سمي المعرض باسم ذكرى الزيتون في إشارة إلى شهرة إدلب بزراعة الزيتون. المعرض ضم لوحات فنية للتراث الشعبي الخاص بالمناطق التي سيطر عليها النظام وحلفائه في ريف إدلب، وصورا لشهداء أيقونات الثورة السورية والعمل الإنساني في منظمة بنفسج رسمها ناشطون من فريق أزرق. لاحظت بالمعرض أنه في صور لشخصيات ثورية مؤثرة بالثورة السورية، من ضمنها الشهيد عبد الباسط الساروت، من ضمنها كان صور لشهداء الفرق الإسعافية التطوعية في فريق بنفسج والدفاع المدني. أنا برأيي أنه هذه الصور هي عبارة عن تخليد لذكراهم، وهي الصور ممكن تذكرنا بمآسي اللي مرينا فيها بالثورة السورية. المعرض فيه كتير لوحات حلوة، يعني بتحكي عن الشهداء، بتحكي عن عدة قصص مرت فيها الثورة ومر فيها الناس من بداية الثورة لحد الآن. كتير يعني رسم حلو وبيبعث على التفاؤل إنه نحن رح نرجع، يعني إنه الأمل رح يتجدد، إنه تخليد ذكرى الشهداء. هذا المعرض الفني أقيم بالتعاون بين منظمة بنفسج وفريق أزرق المختص بتسليط الضوء على القضايا الإنسانية من خلال الرسم. تميز معرض ذكرى الزيتون بحضور لافت من مختلف شرائح المجتمع السوري وبعض منظمات المجتمع المدني.